السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هتابع معاكم بقى. إحنا كنا المفروض هنتابع معاكم بعد أسبوع واحد، بس اتأخرنا شوية في المتابعة. ده طبعا التين الشوكي زي ما كنت متفق معاكم إن هزرعه فوق السطح. أنا قلت لكم هو مشروع مهجور بالملايين. للأسف أنا شفت ناس، يعني شفت واحد بيزرع فوق السطح، عائلته عامله بيزرعه في ماسوره وزرعه. انا قلت يا جماعه لازم شروطه اللي يتزرع جنب ايه؟ جنب حائط. دي حيطه اهي، مفيش حائط نزرعه، انه نحطه جنبه ونحطه جنب عمود. اي شايفين يا جماعه؟ تمام كده، يبقى مفيش حائط نحطه جنب ايه؟ جنب عمود. تمام يا جماعه. دلوقتي اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، انا سقيته مرة واحدة بس من ساعة ما زرعناه، يعني زرعته ورجعت اديته رية وبعدين ما سقيتوش من بعدها تاني. وانتوا شايفين هوا، نبص شوف الارض اهي، التربة من تحت منه متحجرة وهو لونه ايه؟ اخضر وزي هوا، وهتلاقي عمل جذور كمان. تمام يا جماعة، اهي ارض الارض اهي، ودي ارض رملية وسخنة على فكرة. تمام، فهو بيستحمل الظروف. فاحنا كنا بنقول 3 ايام، انا شفت انا سايبه قد ايه، يعني ده لا هيكلفني ميه ولا هيخليني ان اقول السطح بتاعي هيبوظ مثلا، فوق السطح بتاع البيت هيبوظ من كتر الميه ولا الكلام ده كله. فالنهارده هنسقيه، وانا مستمر معاكم في المشروع ده، يعني هوريكم لحد نهايته. يعني انا هرويه النهارده، انا بس جايب لكم النهارده واحنا بنرويه لحد ما نجيب النهايه بتاعته خالص، نشوف اما يدي اول اسمار والكلام ده كله. فبنروي النهارده قدامكم اهون، واحفظوا التاريخ ده بقى اللي احنا رويناه فيه. تمام، شايفين يا جماعه من كتر العطش، شايفين الارض بتشرب الميه ازاي؟ ده من كتر العطش بقى له اسبوع وشويه ما شربش، واكتر كمان. وهنا الشمس، شايفين بصوا يا جماعه الشمس، ودي شمس الغروب كمان اهي، ده شمس الغروب، شايفين الشمس عامله ازاي. تمام يا جماعه، تعالوا بقى نسقي الجردل التاني ده. تمام كده يا جماعة، تعالوا نسقي ده كده. ودي بقى شجرة كيمو كارنوس أو بازروميا زي ما بنقول عليها. شوفين دي بلت خالص اهي، يعني كنت سقاها قريب، يعني ما بتستحملش العطش اصلا، دي عايزه كل يومين ميه. تمام يا جماعه، اهي هنرويها يا رخ رهيا. رويناها وكده، ان شاء الله هتابع معاكم برضو كل اسبوع بقى، كل اسبوع فيديو زي ده نتابع معاكم ازاي في التين الشوكي. انا هحاول اكتر العدد برضو شويه، يعني ان شاء الله في المره الجايه اكتر العدد ده. انا لقيت يعني اتصرفت في شويه جردل تانيين، لان كانش عندي العدد ده بالظبط، يعني العدد ده، فهحاول ازوده شويه عشان برضه يبقى وجه الاستفاده احسن، وانت تشوفوا مشروع كامل. تمام يا جماعه، تمام. وفي النهايه اشكركم وبشكر كل متابعين القناه الجداد وكل المتابعين القدامى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.